صحة والجمال، معكم منى سعيد من برنامج ابدأ بنفسك. كل عام وانتم بخير. الاول ارحب بزميلتي الاعلاميه اميره اشرف. اهلا بك يا اميره. اهلا بك يا منى. صباح الخير، وصباح الخير عليك يا منى، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وكل عام والامه الاسلاميه بخير. والنهارده معانا حلقه مميزه زي ما انت قلت يا منى، هنتكلم فيها عن المشاكل الاسريه، وهنتكلم فيها عن السوشيال ميديا والمشاكل الاسريه، وخاصه في شهر رمضان المبارك. ومعانا ضيفنا اللي هيتكلم فيها في الحلقه الدكتور شريف الراعي. اهلا بك يا دكتور، اخصائي استشاري نفسي. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك ممكن تكلمنا عن مميزات السوشيال ميديا؟ والله هو السوشيال ميديا بقت ضروره وحاجه ماسه في المجتمع، كلنا بنستخدمها. ليها مزايا وليها عيوب. لو هنتكلم على العيوب الاول ولا نتكلم على المزايا الاول؟ زي ما انت عايز. هنتكلم عن المميزات. المميزات هو في مميزات كتيره قوي احنا بنستخدمها، زي ما قلنا اولا في الدعايه والاعلان. احنا عشان يكون عندنا منتج ونعمل له تسويق، ده بنستخدم فيه السوشيال ميديا. كذلك الاعلانات، تحقيق الاعلانات دلوقتي عن طريق السوشيال ميديا أسرع وأوفر من الإعلانات اللي كانت موجودة في الجرائد والصحف الورقية زمان. ده بالنسبة للدعاية والإعلان. كذلك التسويق، احنا نعمل ماركتينج على منتج، التسويق دلوقتي في التسويق الإلكتروني، فده من ضمن المزايا. إيجاد فرص عمل للشباب عن طريق السوشيال ميديا. يعني احنا لو جينا زمان كانوا بيدوروا وبينزلوا في الجرايد، لو قارنا ما بين الصحف القوميه مثلا اللي كانت موجوده او اللي موجوده على وقتنا الحالي وما بين السوشيال ميديا اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. الصحف القوميه زمان كانوا بيدوروا على بينزلوا وظائف خاليه، والناس تقعد تدور على وظائف خاليه. دلوقتي عن طريق السوشيال ميديا احنا ممكن نعمل سيرش على وظيفه معينه. فده برده من ضمن المزايا. من ضمن المزايا ان احنا نقدر نتواصل مع حد مش موجود قدامنا. يعني دلوقتي انا ممكن اكلم اخويا او اختي في امريكا او في اي دوله تانية. ده من ضمن المزايا. كذلك تعرف على شخصيات مختلفه وثقافات مختلفه. يعني انا دلوقتي اقدر اعرف ثقافات الغرب بسهوله وانا قاعد، اتعرف على ناس من دوله اخرى فاتعلم ثقافتهم او اشوف الثقافه عندهم عامله ازاي، فده بيديني نوع من انواع الخبره، ده اسمه اكتساب خبرات. كل ده من ضمن المزايا. من ضمن المزايا ايضا برضو ان احنا من خلال السوشيال ميديا نقدر نكتسب خبرات ومهارات. يعني في دلوقتي دورات تدريبيه عن طريق الانترنت، في البرامج اللي بنستخدمها اللي هي برامج التواصل الاجتماعي من فيسبوك لتويتر لانستجرام للواتس. في الواتس مثلا دلوقتي بيعملوا جروبات عمل، الجروبات دي مثلا لو احنا شغالين في مكان نقدر نتواصل كفريق كتيم ورك واحد، فريق عمل، من خلال الواتس، وده بيبقى جميل قوي لانه بيساعد على سير العمل. ده من ضمن المزايا. من ضمن السلبيات بقى؟ لا، السلبيات كتيره بقى. يعني احنا لو هنتكلم على السلبيات حضرتك، نتكلم مثلا على المستوى الصحي. سلبيات السوشيال ميديا على المستوى الصحي، احنا كتر استخدام السوشيال ميديا او الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا بيدخلنا في مشاكل صحيه كتير. دي بنلاحظها خاصه في الاطفال وفي الشباب، لان هم اكثر فئه استخداما للسوشيال ميديا. بتاثر على اطفالنا. بالظبط. تاثيرها على الاطفال بقى تشتت وعدم التركيز وضعف الذاكره، طبعا اهمالهم في المذاكره. هي بقت ادمان اصلا بالنسبه للاطفال، بالنسبه للناس كلها. يعني هي بصي حضرتك، الاستخدام حاجه والادمان حاجه. في ادمان سوشيال ميديا، بس احنا لما نتكلم على الايه، على الاستخدام العام او كتر الاستخدام اللي ما وصلناش فيه لمرحله الادمان. مرحله الادمان دي مرحله متقدمه، ان احنا ما نقدرش نبعد عن استخدام السوشيال ميديا. في ناس عندها هوس فعلا السوشيال ميديا، هنتكلم عليه كمان شويه. اه تدمنها بالظبط. فاحنا هنتكلم على ايه، على الاستخدام المفرط شويه اللي ما وصلش لمرحله الادمان. فاحنا دلوقتي الاضرار الصحيه ممكن سمنه، زي ما قلنا، تشتت انتباه وضعف تركيز ونسيان. ديت من الاضرار الصحيه للسوشيال ميديا. ما هو ليه، ما احنا يعني احنا بنلاقي الطفل قاعد ماسك الموبايل على طول وعمال على اي بقى نوع من انواع السوشيال ميديا. ودريجي تحتيهم ممكن الجيمز، لان أيوه الجيمز بيتلعب زي لعبه بابجي مثلا. بابجي دي مشكله. بابجي دي مشكله. فاحنا بنتكلم ان ايه، انه بيقضي اوقات قد ايه وهو قاعد على الموبايل،
ده بيوصل الموضوع بيه ان هو مش عايز يقوم ياكل فبيجيبوا له الاكل لحد عنده. أيوه. ده بالنسبه للاطفال بتوصل بيهم. أيوه. ان هم يبقوا متوحدين اصلا. ده بالنسبه للجانب الاجتماعي. أيوه. ان هم بيخشوا في العزله. ولو ان في بعض الدراسات قالت ان السوشيال ميديا استخدام السوشيال ميديا بيخلي البني ادم يبقى منخرط اجتماعيا بس مش حقيقيا افتراضيا. ماشي. ده بيلجأ له المنعزلين والمنطويين. أيوه. فبنلاقي اكتر اللي بيستخدموه او مدمنينه بيبقوا عندهم انطواء او احساسهم بالتهميش من قبل المجتمع، مش قادرين يكونوا علاقات حقيقيه. صح. لان ده اسمه الواقع الافتراضي. أيوه. السوشيال ميديا هي الواقع الافتراضي. يعني ايه واقع افتراضي؟ يعني احنا بنعيش واقع بس مش حقيقي، احنا اللي عاملينه. طيب يا دكتور شريف، جت فترة السنة اللي فاتت حصل جدل كبير جدا في بعض الناس، يعني بقوا يتهموا أزواجهم بالخيانة بسبب السوشيال ميديا. طب هل تتفق مع الآراء دي ولا حضرتك، ومدى صحتها؟ هو حضرتك أكيد يعني ده من ضمن السلبيات زي ما حضرتك بتتكلمي، تأثير السوشيال ميديا على الأسرة. احنا حضرتك يعني خدتي جزء من التأثير ده وحصرناه في الخيانة. هو مش الخيانة بس خلينا أجاوب على حضرتك وبعدين نتطرق لحاجات تانية. بالنسبة للخيانة الزوجية هي موجودة من قديم الأزل. ماشي. يعني دي بتحصل من زمان. مع السوشيال ميديا الموضوع زاد. ليه؟ لأنه بقى سهل قوي تكوين ثقافة علاقات وإن أنا أكون صداقات مع ناس أنا معرفهمش. بل أسهل، سهل جدا. فأنا بالنسبة لي دلوقتي الانحرافات السلوكية زادت، من ضمنها الخيانة الزوجية. بتبدأ في الأول بتعارف ونعرف بعضينا، وبعدين ارتحت لك لحد ما نوصل لموضوع الخيانة الإلكترونية. مش هنقول الخيانة الزوجية، يعني الخيانة الزوجية، الخيانة بمفهوم الخيانة هي الخيانة الفعلية. طيب من وجهة نظر حضرتك، مين الخاين اكتر، الزوج ولا الزوجه؟ طب انا ما قلتش هو السؤال بتاع الاستاذه، طب اجاوب عليها الاول. اتفضل. هو طبعا وجود السوشيال ميديا زود موضوع الخيانه الزوجيه، لان زي ما قلت لحضرتك الموضوع بقى سهل قوي اقامه علاقات مع اشخاص انا ما اعرفهمش. والواحد ورا السوشيال ميديا او في الواقع الافتراضي بيصدر الصوره مش الحقيقيه عنه، بيصدر الصوره اللي هو عايز يصدرها. فكل واحد بيتجمل قدام الطرف الاخر. بالزبط. فالطرف الاخر بيشوف ان ده الانسان اللي بيحلم بيه، فبيبقى سهل ان هم يكونوا علاقه بتنتهي في الاخر بخيانه زوجيه. النسبه بقى مين اكتر في الخيانه. أيوه. الزوجيه، الرجاله ولا الستات؟ أيوه. الزوج ولا الزوجه؟ يعني حضرتك انا كنت سالتك في البدايه، انا وجهه نظري الراجل. فانت وجهه نظرك الراجل. وانا مش هقول لك وجهه نظري الست، لا، يعني خلينا نتكلم بحياديه. الحياديه بتقول ان مفيش راجل بيخون من غير ما تكون في ست يخون معاها، صح ولا ايه؟ فاذا بمعنى ان ما هو في رجاله بيبقى معاهم ست وكويسين مع بعض جدا وبتحبه وبيحبها، بس فجاه كده هو الرجاله عينهم زايغه شويه. هو حضرتك عينه بتزوغ على ايه؟ على راجل زيه ولا على ست؟ على ست. حلو. يعني هو لما هيخون مع ست ولا هيخون مع راجل؟ لا، مع ست. حلو. ماشي. يبقى اذا النسبه تبقى واحد لواحد. اه ماشي. ما هو راجل هيخون وست هتخون، احنا ليه بنبص على الراجل ونسيب الست؟ لا بس معظم الرجاله هم اللي بيخونوا. ما هو بيخونوا مع مين يا فندم؟ بتيجي البدايه اصلا من الرجاله مش مننا احنا كستات. بصي حضرتك، هو يقصد بيخونوا مع الستات برضه، النسبه متساويه، صح ولا ايه؟ أيوه. لكن مين اللي بيبدا؟ هو احنا بنتكلم برضه على مين اللي بيبدا؟ اللي بيبدا هو الراجل. ده كان زمان. لا دلوقتي معلش بس مع احترامي لحضرتك، يعني برضو الست زمان غير الست دلوقتي. الست زمان ما كانتش بتخرج من البيت، كان عندها، مش هنقول نسبه الحياء كانت عاليه جدا، بس كل دلوقتي ما ده الواحد بيثقف الوعي بينتشر وبنقدر يعني. ما ده جميل، ما ده جميل. ما احنا الثقافه بقى اللي بقت مدرجه للراجل زي الست، وفي مبدا المساواه وفي سياسه التمكين المتاحه دلوقتي في المجتمع بتاعنا، فالست زي الراجل بالظبط. اذا كان في راجل بيبدا ففي ست برضو بتبدا، وان كانت يعني ممكن تكون بدايه الراجل بدايه صريحه وبدايه الست بالتلميح، ده بالتصريح وده بالتلميح. أيوة. لكن في الاخر هقول ايه، البدايه مش مهم تبقى من عند مين، المهم تحقق مبدا الخيانه. ان الست وافقت انها تندرج وتنساق وراء مشاعرها وتخون راجل هي على ذمته، او الراجل يعمل نفس الكلام ده ويخون ست على ذمته. صح ولا ايه؟ هل في احصائيات بتثبت نسبه الخيانه الزوجيه بتكون عند الرجال اكتر ولا النساء؟ لا، هو بصي، هو انت عارفه الاحصائيات اللي اتعملت على الخيانه الزوجيه، ودي اتعملت بداوا يعملوها من يمكن 2000 من سنه 74.
كانت النسبة بتاعتها كانت حوالي 18%، لحد آخر إحصائية كانت في 2019 كانت النسبة حوالي 49%. الخيانة الزوجية، ماشي، الراجل أكتر ولا الست؟ طب أنهي ست؟ طب الجنسية إيه؟ اختلفوا فيها. ففي ناس قالت الجنسيات، مثلا بالنسبة للجنسيات قالوا المرأة الألمانية أكثر خيانة، وناس قالت تليها المرأة الأسبانية، المرأة العربية بتيجي في وضع متأخر عن الدول الأوروبية. بس الكلام ده وفقا لتعريف الخيانة الفعلية اللي هي ممارسة الجنس التام. لكن احنا لما بنتكلم عن الممارسة الإلكترونية او ان هما يفتحوا غرف الشات او فيديو او الكلام ده، ده هتبقى النسبه برضو عندنا في الدول العربيه اكتر، لان احنا عندنا في الدول العربيه استخدام بتاعنا للسوشيال ميديا استخدام خاطئ بكل اسف. طيب يا دكتور شريف، احنا هنبعد شويه عن السوشيال ميديا وهنروح بقى لاولادنا للاطفال. ازاي نقدر نبعد ولادنا عن السوشيال ميديا، وايه الاضرار اللي ممكن تصيبهم، وايه الاستفاده اللي ممكن يستفادها منها؟ طيب هو احنا عشان نبعد ولادنا عن استخدام السوشيال ميديا ده، احنا يعني محتاجين ان احنا نبدا من البدايه. يعني انا ما اجيبش ابني وهو صغير واول ما يجي يعيط او مديله تليفون موبايل يقعد يلعب عليه. احنا كجاب احنا بنشوف ان ده اللي هيسكته. ما هو ده غلط. طب ما احنا من البدايه، بصي حضرتك، احنا احنا دايما بنلجا للاصلاح بعد ما الدنيا بتبوظ. طب احنا من البدايه خالص احنا ليه ما ربيناش اولادنا صح؟ طيب هتقولي طب ماشي هنبتدي ونربي اولادنا صح، دي نمره واحد. طب اللي اتربوا بقى غلط نعمل ايه فيهم؟ نبتدي نعدل. تعديل سلوك. تعديل سلوك ازاي؟ انت دلوقتي لو بصيتي حضرتك بالنسبه للاطفال وهم في سن المدارس المبكره، هم مش عايزين يذاكروا ولا عايزين يعملوا اي حاجه غير ان هم يمسكوا الموبايل. صح. طب انا عشان اسيب ابني وهو طفل في سنه ثالثه ابتدائي ولا اولى ابتدائي يلعب بالجيمز ويتفرج على فيديوهات وكلام من ده، انا دلوقتي عملت ايه؟ انا حصرت تفكير ابني في الواقع الافتراضي، ما كسبتوش مهارات، ما علمتوش خبرات، ما خليتوش ينخرط في الحياه. طب المفترض ان انا اعمل ايه؟ احجم استخدام السوشيال ميديا للاطفال. ايوه، ازاي اقدر امنع ابني او بنتي عن ادمان السوشيال ميديا؟ ما هو حضرتك احنا بنقول الاستخدام الرشيد لكل حاجه ليها مزايا ونبتعد عن عيوبها. الاستخدام الرشيد بمعنى ايه؟ ان انا هسمح للاطفال ان هم يستخدموه كنوع من انواع المكافاه، فاقول له والله يا حبيبي انت لو خلصت الهوم ورك بتاعك النهارده هدي لك الموبايل ساعه اخر النهار تلعب عليه او تتفرج عليه على حاجات معينه. بالاضافه ان انا ما بسيبش استخدام السوشيال ميديا في المطلق للاطفال، ده لازم اكون كولي امر كاب او ام رقيب. هيكون مقابل لحاجه، مثلا لو ذاكرت هنديك الموبايل ده ساعة. نوع من انواع التعزيز والمكافاه. بالظبط. لا انا بتكلم على نوع الرقابه كمان، ما انا مش بسيب له الموبايل يتفرج على اللي هو هيتفرج عليه، لا. في برامج دلوقتي بتبقى بمتابعه الاباء لاولادهم بيتفرجوا عليه، وفي بتحددي كمان اللي ممكن المواقع اللي ممكن تتفتح والمواقع اللي تتفتح. السوشيال ميديا مفتوحه بشكل عام، فهو اصلا ده غلط عليهم بشكل انه ممكن يخشوا في اي طبيعي هيبقوا عرضه. يعني احنا من ضمن اضرار السوشيال ميديا الابتزاز، يعني دلوقتي ممكن كنا بنتكلم في الخيانه، مش لازم نوصل للخيانه، لكن في ابتزاز ان هم اتنين ما يعرفوش بعض، طرف بيكلم طرف فبيعرف عنه معلومات، ممكن يسجله يفتح كاميرا يسجل وبعد كده يبتز الفتاه دي. بالزبط. وده احنا سمعنا عنه كتير. اول مشاكل الفتره اللي فاتت كانت شغاله في المشاكل. أيوه. دي كذلك من ضمن بقى العيوب الافراط في استخدام السوشيال ميديا بالنسبه للكبار للشباب بالذات. أيوه. الاكتئاب، الاكتئاب والقلق. في احصائيات اتعملت ان الشباب اللي بيستخدموا الموبايل بتطبيقات السوشيال ميديا المختلفه من 50 ل 100 مره بيبقوا اكثر عرضه من اللي بيستخدموها عدد مرات اقل. واللي بيستخدموا اكتر من 100 مره في اليوم ده بيوصل لمرحله اسمها مرحله الادمان اللي كنا بنتكلم عليها. ودلوقتي احنا لو بصينا في الواقع كده جوه الاسره هنلاقي حاجه غريبه قوي. هنلاقي لو في اجتماع لاسري ما بيننا وما بين بعضينا، او الاولاد والاباء وهم قاعدين كل واحد ماسك موبايله. أيوة. تقريبا بيتواصلوا مع حتى، يعني وصلت لدرجه ان حد بيقول لمامته والنبي يا ماما انا هحضري. أيوة. الغداء. أوه. وهي في المطبخ. فاللي هو هي ازاي بقى هي سهله في طريقه التواصل بس اضرارها وحشه. لا ده احنا كده فقدنا اهم جزئيه اللي هي. أيوة. الاتصال المباشر. ايوه احنا دي عملت لنا عزله اجتماعيه داخل المنزل. مفيش ترابط اسري، مفيش لغه حوار، فدي مشكله ومصيبه. بنطلع ابنائنا
ما عندهمش قدرة على التواصل الفعلي دلوقتي. حتى زمان كنا بنتلم كأسرة ونقعد نتكلم مع بعضينا ونحكي في مشاكل بعض. ممكن دلوقتي كلمتين يمسك فون ويقعد حتى في جنب لو كلنا الوحده. مثلا مع بعض في البيت برضو كل واحد في تليفونه ومحدش بيبص للتاني وفي جنب دي عزلة اجتماعية. ده نوع من أنواع التفكك الأسري اللي عملته استخدام السوشيال ميديا الخاطئ. طب بالنسبة لمسلسلات رمضان اللي كلنا بنستناها من السنة للسنة من ناحية السوشيال ميديا في رمضان هل فيها إيجابي وسلبي؟ إيه الجانب السلبي وإيه الجانب الإيجابي فيها؟ والله حضرتك السوشيال ميديا أساسا في رمضان أنا شايف إنها سلبي ما فيهاش إيجابي. يعني معلش هو شهر رمضان ده شهر في السنة وربنا شرع شهر رمضان ليه؟ عشان العبادة. مش عشان العبادة بس، هو ربنا عمل شهر رمضان ده شهر صيانة للإنسان بالمفهوم البسيط كده. احنا لو عندنا مكنة مكينة فبنستخدمها طول العام بنيجي نخصص لها وقت للصيانة. ربنا عمل شهر رمضان ده لصيانة الإنسان، بس مش الصيانة الجسمانية بس، لا للصيانة السلوكية، إن البني آدم يقدر يعدل سلوكه السلبي في شهر رمضان. واحنا لو ما استغلناش شهر رمضان ده استغلال سليم يبقى احنا اللي خسرانين. فمن ضمن الاستخدام السليم او الاستغلال لشهر رمضان فيما يفيد الانسان اللي هو تعديل السلوك، ان انا ابعد عن استخدام السوشيال ميديا قدر المستطاع. ان كان ولا بد لازم استخدم السوشيال ميديا يبقى فيما يفيد وما ينفع، اسمع لدروس علم، اسمع لقران، اتعلم تفسير ايه، ده بالتالي يبقى افضل من المسلسلات اللي احنا بنتفرج عليها. طيب السوشيال ميديا ازاي بتاثر على الشباب في رمضان؟ الشباب بتاثر عليهم ازاي في رمضان؟ لا هي ما بتاثرش عليهم في رمضان بس، ده هي بتاثر على رمضان انا رمضان. فاهمة بس بالنسبه لرمضان يعني ده شهر طبعا كلنا عارفين ان هو شهر العباده. ايوه بالظبط. فانت متخيله ان الشاب او الفتاه قاعدين ماسكين الموبايل، أيوة. هيلهيهم عن الصلاة، هيلهيهم عن قراءة القرآن، عن الأذكار، هنقعد بقى نتكلم. أيوة. ونعمل لايك ده وكومنت هنا واليوم يعدي، بالإضافة إن إحنا أساسا ما بننظمش مواعيد نومنا في شهر رمضان. فبتلاقي مثلا الشاب والفتاة سهرانين لحد بعد الفجر لحد الصبح وينام طول النهار، يوم يفطر ويمسك الموبايل. فهي الفكرة إن فين رمضان بقى؟ لو مش موجود السوشيال ميديا ضيعته، عملها بطريقه غلط بالظبط. واحنا بنتكلم في المسلسلات، الاستاذه بتتكلم في المسلسلات وهي اكتر حاجه مش مستحبه في رمضان، بيشوف المسلسلات بعد رمضان. لا يعني. احنا اصلا كلنا كمواطنين بنبقى مستنيين مسلسلات رمضان وبالذات رامز. بصي حضرتك يعني هو مش كلنا، يعني بلاش نقول كلنا. ممكن يكون يعني فئه ممكن يكون ممكن يكون فئه يعني، لكن انا شايف ان والله يعني لا ما هو ملوش لازمه الكلام اساسا. يعني احنا بنضيع وقتنا، يعني اسوأ حاجه احنا بنعملها هو اهدارنا للوقت. من ضمن اسوأ عيوب في استخدام السوشيال ميديا هي اضاعه الوقت فيما لا يفيد وما لا يجدي. احنا بنضيع وقتنا ومش عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا نعمه الوقت دي عشان نستغلها الاستغلال او الاستخدام الامثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الصحه والايه؟ الفراغ اللي هو الوقت. فاحنا بنستخدم وقتنا غلط وبنقعد نضيع وقتنا فيما لا يفيد وما لا يجدي، وفي الاخر خالص ان شاء الله بقى بنقول يا رب بقى دخلنا الجنه. طيب حضرتك نصيحه كده للشباب ازاي يستعملوا السوشيال ميديا بشكل صحيح؟ والله هو الترشيد زي ما قلنا، سياسه الترشيد ان هو حدد وقت لاستخدام استخدامك للسوشيال ميديا. مش كل ما يجي عليك يجي لك رساله تقوم تجري على الموبايل تفتحها، مش كل شويه تبص في الموبايل، مش كل شويه تكلم صحابك. في اولويات الاول. أيوة. يعني خصص وقت، يعني تنظيم الوقت، عمليه تنظيم الوقت دي مهمه قوي. انا لو نظمت وقتي انا عايز اعمل ايه عشان استفيد في الشهر ده وخصصت وقت لاستخدام السوشيال ميديا، انا ما بقولش نمنع، احنا قلنا ان في مزايا وفي عيوب، فاحنا عشان نتلافى عيوب استخدام السوشيال ميديا يبقى لازم نركز على المزايا ونجتنب العيوب. من ضمن الحاجات اللي انا اعملها ان انا اخصص وقت لاستخدام السوشيال ميديا، ساعه ساعتين في اليوم حلوين قوي وكتير كمان. تمام. طيب برضو حضرتك ممكن تقدم نصيحه يعني لاهالي الاطفال ان هم يبعدوهم عن السوشيال ميديا ازاي؟ هو انا كنت عايز اقدم نصيحه. أيوة. لاهالي الاطفال ازاي. أيوة. يستخدموا السوشيال ميديا، لان الاهالي نفسهم طبعا. لان أيوة. الاطفال اصلا بتبقى مترتبه عليهم يا منى. ايوه يا فندم. ما هو انت الست دلوقتي المراه بقت امراه عامله فبتخرج تشوف شغلها.
وبترجع تبقى مشغولة عن الأطفال، تبقى مشغولة في بيتها وأطفالها. بنلاقي الموضوع بقى مختلف، بقت الست مش قادرة تسيب الموبايل، ماسكة الموبايل معاها حتى في المطبخ. ماشي، بتعمل لايكات وبتكلم صاحباتها طب ده مش مقتطع من وقت الأبناء؟ ونرجع نقول بعد كده احنا أبنائنا ليه مش متربيين التربية بتاعت زمان، والأجيال بتاعت زمان كانت أحسن؟ لأن كان في زمان أم ما عندهاش سوشيال ميديا ولا كانت مشغولة بالتلفزيون، كانت مركزة مع أولادها، ما كانش فيها عندها وسائل إلهاء. دي تعتبر وسائل إلهاء. انت حضرتك لما بيبقى عندك تعملي 5-6 حاجات في نفس الوقت، هل ده ينفع بنفس التركيز؟ هيبقى في نسبة تشتت، مش هيبقى في تركيز، يبقى ده بيأثر على تربية الطفل الأولاد. بالإضافة كمان للعلاقة الزوجية، أنت حضرتك ما هو ده بيقتطع جزء من وقتك وجزء من مجهودك، فبتأثري برضو مع زوجك وأنت بتأثر مع مراتك. ماشي، بالنسبة للأبناء بقى، إحنا بقى هنقول إيه لأبناء؟ هنخصص لهم وقت الاستخدام، يبقى بوقت يعني يبقى من خلال مكافأة ووقت. من ضمن عيوب السوشيال ميديا اللي الناس برضو مش ملتفتة ليها هي التنمر. يعني التنمر على السوشيال ميديا سهل قوي، لأن من وراء الكاميرا احنا نقدر نقول أي حاجة، لكن فيس تو فيس كده لا، بيبقى في نوع من أنواع الخشية أو الخوف. فطبعا كلنا بنتواصل عن طريق السوشيال ميديا، فاللي عايز يقول حاجة بيقولها، فدي مصيبة تانية. سهل فعلا الانتقاد على السوشيال ميديا، بننتقد وبنجرح وبنعمل شائعات. يعني شائعات، بنطلع شائعات وبنجرح في 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 ناس، وكل واحد بيصدر الصوره اللي هو مقتنع بيها او اللي هو عايز يصدرها. لكن الواقع فين؟ الواقع لا يعلمه الا الله. شكرا لحضرتك. كده تكون خلصت حلقتنا، وكان نشكر الاستاذ الدكتور الكبير الدكتور شريف الراعي، استشاري الطب النفسي، أخصائي إرشاد النفسي واستشاري أسري. وإن شاء الله تكون بداية يوم حلو ويوم جميل، واستنونا الحلقة الجاية إن شاء الله ببرنامج ابدأ بنفسك. مع السلامة. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وكل المشاهدين طيبين. شكرا.